صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لإرثكم يا باب الرحمة ونجاة الأمة ورضيع العصمة وأبا الأئمة يا سيد الشهداء يا غريب يا مظلوم كربلاء كربلاء لا زلت كربلاء وبلاء ليلة جمعة أول جمعة من شهر رمضان نتوجه بقلوبنا وأبصارنا وأرواحنا إلى أرض كربلاء ونادي السلام عليه يا مصابا يا مصابا زلزل السبع العلا وله الكون بحزن أعولا ونبيع الدم نادى قائلا تحفظ البيت كربلاء لا زلت كربلاء وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى وضيوف شلون ضيوف يا سيد قال وضيوف بثلاث قبرة نزلوا فيها بحد السيل على ورد الظما والله وان جاء هذه كربلاء مشروم بلا هي نزلوا ترى كن بثراها امضى العرى يوم ان نكبوا هذه مصالحنا وعدنا يوم طير المنون اسماء على راسنا حيق وطن بخيام كربلاء مهجة المختار وحاطت عليه جيوش ما يوما لمحتار ودموع عينه
الأعفاق حتى مثل الأرض وقبال عيني انتقي كبش الكتيب وإلى أثار بعيد صاحب الصلاة حتى قلب جسل يخوع وارفع الله كفو كفو فضيل نفع الفعل للحشر به تتحدث النار نشف جموعها وعلي وبطل نحيب قال وقلبه من الوجد والحزن مفتوح تدريب أخوك حسين ما يرهب أجل على شنو حزني أبو فاضل للي مخيم ونبيو كم مرملة مقاعة يا بعد عيني سليم ويلي 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 ابو علي أبعد تحزاني إلى جلد بحذر جاني حزني يا ابو فاضل على طيحة أطفال وش حال والله وش حال زينب لو بقيت من غير متمرمرة وسدى عقب عيني سليبة صحونا أبي وحسينا لكنما الأمر لله والعاقبة للمتقين والنار للعاصين وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد صلى الله عليه وآله أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد الثانية والثالثة بأعلى أصواتكم اللهم صل وسلم على محمد ثالثة بأعلى اللهم صل وسلم عليك السلام من المسائل الشرعية التي يذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية ورسائلهم العملية ما يرتبط بباب التجارة بباب البيع والشراء وهذا من المسائل الابتلائية التي هي محل ابتلاء كل الناس كل الناس قضية بيع وتجارة جميع حتى الأطفال محل ابتلاء محل بيع وهذا الشرع يحث عليه الفقه ثم المتجر من اتجر ولم يتفقه ارتطم في الحرام ارتطم في الربا فعدة مسائل أيها المؤمنون ترتبط بموضوع التجارة بموضوع البيع والشراء سوف نتعرض إليها في هذا الشهر الشريف الكريم وأنتم كذلك قالوا بأنه خلوا بالكم بأنه إذا تم البيع بين طرفين
مستكملا للشرائط مستكملا للشروط. يقول الكلمة خلوا بالكم هذه أصبح لازما. المهم هالكلمة إذا تم البيع بين طرفين أصبح البيع لازما وأصبح الشراء لازما. أصبح البيع والشراء لازمين. إيش معنى لازمين؟ خلوا بالكم إيش معنى لازمين؟ المهم معنى هذا لازمين بأنه بمعنى أنه لا يحق لأحدهما فسخ العقد لا يحق ولا إبطاله ولا إلغاؤه. الله يقول هوان بطل والله أخذ حاجتك ورجع علي فلوسي. أو مثلا البايع يقول خذ مثلا فلوسك ورجع علي حاجتي. صيام لا اليوم يقولوا هذا في الوضع الطبيعي لا يصح أو لا يحق. لا يحق أفضل ما يصح. لا يحق في الوضع الطبيعي لا يحق. خلاص لزم البيع لزم الشراء. انتقلت الحاجة من البائع صارت إلى المشتري وانتقل الثمن إلى من وأصبح إلى من إلى البائع. لازم وهذا هو يا أخوان معنى البيع والشراء. البيع والشراء البيع هو نقل وانتقال تنتقل الحاجة اللي في المحل اللي هي المثمن البضاعة تنتقل إلى من إلى المشتري وينتقل الثمن اللي أعطاه المشتري ينتقل إلى من إلى البايع. يصير ملك البايع وفي حيازة البايع. زين فلو أن أحدهما واحد من عندهم مثلا أراد فسخ البيع وفسخ العقد يصير هو السؤال. قالوا بأنه يصير في موردين فقط بس موردين حتى الواحد يفسخ العقد ويلغي البيع حتى يصير وين في موردين فقط. المورد الأول مورد الإقالة الاختيارية هذا واحد والمورد الثاني مورد الخيارات الشرعية. خيارات جعلها الشرع الشريف والدين الحنيف أتاح من خلالها للبائع تارة وللمشتري تارة ولكليهما تارة ثالثة أن يفسخ البيع. إذن موردين مورد ماذا؟ الإقالة الاختيارية ومورد ماذا؟ الخيارات الشرعية. سوف نتكلم عن الخيارات فيما بعد. الآن نجي للمورد الأول. المورد الأول مورد الإقالة الشرعية الاختيارية. إيش معنى؟ بمعنى أنه أن يطلب البائع أن يطلب أحد المتعاقدين البائع ربما أو المشتري قابل البائع قابل المشتري أن يطلب من الآخر أن يقيله في صفقته ويقيله في بضاعته ويقيله في بيعه أو شرائه. هذا يطلب طرف الطرف الثاني ويقبل الطرف الثاني بالأمر لكن لا على نحو ماذا؟ اللزوم ولا على نحو الفرض خلاف الخيارات دي فيها فرض. هذه لا اختيارية خيارات بتكلم عنها هذه اختيارية. واحد يطلب إلغاء الصفقة وإلغاء البيع وإلغاء الشراء والثاني يقبل لكن لا على نحو الإلزام ولا على نحو الإرغام ولا على نحو الفرض ولكن على نحو الاختيار.
على نحو الاختيار، على نحو التكرم والتفضل والإنعام والإخوة والتودد والتعاطي بينهم. قابل لا قابل يقبل، قابل ما يقبل لولا لو واحد منهم قال والله أنا أجي لواحد للثاني وقال له والله المشتري مثلا جلو على السائل البائع وقال له والله هذا الشيء البضاعة أريد أرجعها أريد أعودها خذها وأعطيني مثلا فلوسي. قابل البائع يقول لي يعني فيها عيب، فيها غاب، فيها شيء، فيها خلل. قلت لا والله كاملة مكملة ما فيها شيء، بس أنا هونت ما أريده. يمكن البائع يقول لا هونت هونت ما هونت ما 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 رجعني هونت 60 سنة هونت أنا ما أرجع. قابل يقول هالشكل خلاص لزم البيع. قلنا لزم لو لا معنى لزم البيع ما يحط الفس، لزم البيع ولزم الشراء ولزم النقل ولزم الانتقال. أنت بما عندك راضي ونحن بما عندنا راض والرأي مختلف. وقابل لا يقول لك خلاص ما تبغاها جيبها خذ فلوس ما تبغاها أنت غير تبغاها لو لا ليها زباينها وليها رايتها جيبها. يقبل قبل الطرف الثاني ما يخالف. وبالعكس يمكن البايع باع حاجه وندم قال هو بعناها راحت علينا لولا. فيجي الى المشتري اللي اشترى البضاعه ويقول له ترى هذه الحاجه اللي بعتك اياها اريد ارجعها اريد استردها يمكن تقبل. جزاك الله خير، رحم الله والديك، جميلك ما انساه، رجع لي وقعد الحين ومن وكذا حتى يرجع حلو. زين لازم يقبل مو لازم؟ يمكن يقول زين يعني انا بخستك في الثمن، ثمنك يعني قليل، بخستك في الثمن، نقصتك في القيمه والسعر. لا يقول لا مكسور كبيضة لكن انا هونت ما اريده خلاص ما اريده بي اريد ارجع حاجتي هذا الجوال اللي مصورنا نبغى نعود اريد ارجعه. يقول لي لا والله قبل يقول لي خلاص ما اقبل طارحت عليك طارت تطول وتبرزاق الله يعوض خلاص معناها خلاص تم البيع روح. واحد ثاني كلم غيري ممكن يقول لي كذا ما يقبل يصير يحق له ما يفض ما ينزمن بعكس الخيارات اللي بيبينها ان شاء الله. هذا يجوز يقول له والله انا خلاص الله يعوض عليك راحت عليك سامحني والله ما اقدر ارجعها خلاص اريدها يعني هذا الجهاز اريده هذا كذا البضاعه هذه الصفقه اريدها ما اريدها خلاص ما ويجوز له لكن ان يقبل يقبل يقول ما يخالف ما تريدها ما تريدها ما تريد ما تريد ان ننهي الصفقه وننهي البيع وننهي الشراء ما يخالف جيب فلوسنا اعطيناك اياها وخذ بضاعتك ادفع بها روح بها ادفع تفضل روح. يجوز مو يجوز يستحب هذا مستحب من باب الاخلاق من باب كرائم الاخلاق من باب حسن المعاشره مو بس يجوز أزيد يا أخوان سنبين إن شاء الله لها ثواب عظيم وجزاء كبير لا يعلمه إلا الله إن شاء الله نبينه في المجلس بسم الله حق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل نفعنا الله وإياكم بفقه علي وآل علي ومحمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. وهذه ثمرة شهر رمضان يا أخوان، من تعلم مسألة واحدة يمكن تعلمها أنت وتعلم، لكن طرح في هذه المجالس ما عليه الآباء والأجداد وهذه واقعا منبر الحسين هذه المجالس مدارس.
وهذه المنابر منائر من تعلم مسألة واحدة خلد يوم القيامة بألف قلادة من نور مع محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد وآل محمد. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لا زلنا نعيش في بحثنا الرمضاني في رحاب نبي الله وكليم الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وفي رحاب قصته القرآنية وما فيها من فوائد وما فيها من دروس وما فيها من عظات. نحاول نحن في هذه الليالي أن نسقطها على سلوكياتنا الفردية والاجتماعية والأخلاقية والدينية والعقائدية، وهذا هو يا أخوان، هذا هو فائدة القصة القرآنية مو للحكاية. ولعلكم رأيتم بأنه من بحثنا في قضية نبي الله موسى لم نطرحها على سبيل السرد والحكاية، بل على سبيل ماذا؟ العظة والدروس والهداية. وهذا هو المقصود بالقصة القرآنية. القصة القرآنية لماذا الله عز وجل جعلها للناس؟ الدروس، العظات، الفائدة، للمنفعة، للتذكير، للتثبيت. القرآن يقول وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل. لماذا؟ ما نثبت به فؤادك وجاءك من في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. القرآن يقول لقد كان في قصصهم شنو؟ عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، وقضية خرافات وخزعبلات وسوالف وحكايات. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء بعد وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. إن هذا لهو القصص ومن القصص العظيمة والكريمة التي تحتوي جملة من الدروس وجملة من العظات. ونحن على ممر عدة سنوات وقفنا على قصة موسى كدروس، وقفنا عليها كعظات من تلك القصص، قصة نبي الله موسى سلام الله عليه. وقد عرفنا أن نبي الله موسى سلام الله عليه ترك مصر، كان في مصر، ولد في مصر، وتربى وين؟ في قصر فرعون. مع ذلك ترك حياته في قصر فرعون وبحبوحته في قصر فرعون، ومضى إلى منطقة ثانية يسموها منطقة مدين. التلخيص لما مر حتى يكونوا معنا في الصورة، مضى إلى منطقة مدين. لماذا مضى؟ ما هو السبب؟ لما حدث من إثر قتل القبطي الظالم الفرعوني. عندما دخل المدينة فوجد فيها رجلين ولا يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى وكزه فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. بعد ذلك انكشفت القضية وانعرفت الأمر، وصل الأمر إلى فرعون، جمع حاشيته اجتماع طارئ وقرروا فيه ماذا؟ القبض على موسى والقضاء عليه. عاد هناك أكو من في القاصد مؤمن؟ قال فرعون وياهم في الاجتماع عرف القضية، فانسل من بينهم وجاء إلى موسى. القرآن يقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ماذا أصنع؟ قال فاخرج إني لك
من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. وين راح؟ توجه الى اين؟ هذا اللي قلنا، توجه تلقاء مدين الى زاد بلا راحله بلا مركوب ياكل من خشاش الارض سلام ومن حشائش الصحراء ومن نبات البيداء يطوي هالمسافه ومسافه قليله من مصر إلى مدين، من مصر إلى تبوك، قد مدين عن تبوك. بعض العلماء يقول قطعها في 45 يوم يأكل من خشاش الأرض ومن حشائش الصحراء ومن نبات البيداء يأكل منها 45 يوم. ما وصل رواية، ما وصل إلى مدين إلا وسقط خف قدمه كثرة المشي، يسير في الليل ويمكث في النهار خوفا من الطلب، فخرج منها شنو؟ خائف، ترقب، خائف من الطلب اللي وراء. وصل إلى مدين، ولما ورد ماء مدين شنو؟ وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. بينا في ما مضى ايش معنى تذودان. بعضهم يقولوا تذود اغنامهم، حوش اغنامهم لا يطلعوا حتى لا يخطط باغنام الثانيين. بعضهم يقول لا تذود الغلمان، الجهال بعد الجهال لا يبثوا يلعبوا باغنامهم. وبعضهم يقول، بعضهم يقول لا تذود انفسهم عن الاجانب سيهما، عن ما تختلط بالناس الرجال بالأجانب. أزيد اسمع رواية يقول، وبعضهم يقول تدود وجههما بالستر، غطيات عفيفات. مو قال لي افتح أول شيء طلع الشعر ها، وصارت الأمر الآن كأنه أمر عادي، يلا افتح وجوهكم عفيفة والشريفة والكذا والملتزمة، من هاج الأنبياء والعباء الزينبية والعباء الفاطمية. هذا حتى العالم اللي يقول لك بأن كشف الوجه جائز ما يقول لك مستحب، يقول لك مستحب ستر الوجه حتى على فرض الجواز. العالم المرجع اللي يقول كشف الوجه جائز للمرأة جائز، لكن في المقابل يقول مستحب شنو؟ ستره. وهذا ستر الوجه من أول تذودان، خلوا بالكم. هذا الدرس اللي قلناه لما نقول ووجد من دونهم امرأتين شنو؟ تذودان، يعني تذودان وجهيهما أن لا ينظر إليه إليه الأجانب. كلمة تذودان فسقى له قال ما خطبك؟ ليش بعيد؟ ليش؟ لماذا أنتم هنا؟ قال ما خطبكما؟ قالتا اثنينهم مو واحدة يعني واحدة والثانية لا، اثنينهم على نفس الكلام. قالتا لابس حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير، هذا اللي خلانا نطلع ونزاحم الناس. وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلنا إلى هذا المحل وإلى هذا الموضع في العام الماضي عبر الله. فسقى لهم، يقولوا الآية الكريمة بيّنت بأن موسى قام بثلاث مهمات، ثلاث مهمات. فسقى لهم ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قام المهمة الأولى بالسقي، المهمة الثانية بالتولي إلى الظل، المهمة الثالثة ماذا؟ بالدعاء والمناجات. فسقى له ثم تولى إلى الظل. شوف شلون، رغم تعبه ورغم جهده ورغم معروفه ورغم إحسان إليهم إلا أنه ترفع أن يقابل معروفه وأن يطلب على معروفه جزاء
إحسانا وشكرا. وهذا هو الدرس يا أخوة، هذه هي العظة يا أخوة، أن الإنسان لا يمل بالمعروف لو سويت وفعل، لا يمل بالمعروف ولا يمل بالإحسان على الآخرين، ولا يعني يطلب منهم جزاء وثناء وشكور أبدا. هذا هو الدرس. شوف الرواية تقول هكذا: لا سوءة أقبح من المن، واحد من لا سوء، شر المحسنين الممتن بإحسانه. أمير المؤمنين له كلمة يقول: الجود من كرم الطبيعة، والمن مفسد للصنيعة. من أي أحد؟ معي لما ولى مالك الأشتر والله عليه ألامس وكتب لعهد، هذا عهد الولاء، عهد الأمراء، عهد الكذا مسؤولين. لما ولى ألامس قال له، يا مالك إياك والمن على رعيتك بإحسانك، ترى سويت لكم، ترى فتحت لكم، ترى عملت لكم. لا، قال إياك، يا مالك إياك والمن على رعيتك بإحسانك، فإن المن يبطل الإحسان. سويت لكم، فعلت لكم، فإن المن يبطل الإحسان. النبي مثل ما قال آفة الحديث الكذب، ومثل ما قال آفة العلم النسيان، قال آفة الإحسان أو السخاء المن. لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة عاقل والديه، عاقل والديه ما يدخل الجنة، وإن ريحها بل ليشم على مسيرة ألف سنة. لكن هذا اللي يعق أبوه ويعق أمه ما يشمها، حيين كان أو ميتين، واحد في حياة يمكن يبرهم وما يصلهم، وأمي وأبوي وبناتي، وبعد ذلك موت ينسى، حتى فاتحة ما يبال، حتى قبره ما يبال، لا يشم. بعد لا يدخل الجنة عاقل والديه، بعد ولا مدمن خمر والعياذ بالله، بعد ولا المنان بالخير على الناس بفعله للناس. حرمت الجنة على المنان الليمين، على المنان والبخيل والقتاد. منو القتاد ده؟ قتاد هذا الليلم، اكو نمام اكو منان، منان يمن ونمام ينم، ينقل كلام من واحد لواحد. فلان قال فيه كذا ما دريت، ويشعل نار. فلانة قالت فيه ما خلت ولا قلت، نمام همازن وليد بن المغيرة استفد، همازن للشائن بنميم، ديوانية لديوانية، ويأخذ الأخبار وخلاص. بعد ديوانية هذه قالوا فيها راح الديوان الثاني قال قالت قالوا مشاء مشاء فشغلة ديشغلة كيف نليكم خبر، همازن للشائن بنميم، يبطل العمل، يبطل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، من على واحد سويت لك فعلت لك، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا يبطل العمل. من تمام الإحسان ترك المن به، من تمام الإحسان. سلام الله عليكم يا أهل بيت النبوة. شوف حياتهم دروس، عمال عبق زكي واقع القرآن يتلى وآيات تقرأ إلى اليوم ليل ونهار ويطعمون الطعام. تعال شوف على حبي، هذه سيرة أهل البيت العبقة نيرة لله فقط لله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. من عليهم اذوهم، شو قالوا؟ قالوا انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد جزاء ولا شكر. امير المؤمنين تعالى
أنت العلي الذي فوق العلا رفع سلام. هذه أئمتنا، قادتنا. أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع. ثم يقول وأنت أنت الذي لله بس لله لله ما فعل. وأنت أنت الذي لله ما صنع. وأنت أنت الذي لله ما وصل. وأنت أنت الذي لله ما قطع. ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد بارع صلوات الله. صلي وسلم على محمد. وتعالى إلى الإمام الحسين سلام الله، وتعالى إلى الزهراء سلام الله عليه. الزهراء وإلى الزهراء تتصدق بماذا؟ بثوب زفافها، تتصدق بعقدها التي من أمها الزهراء على السائل والسائلة بدون أذى. وتعالى إلى أبي محمد الحسن، نحن أناس عطاؤنا خضر يرتع فيه الرجاء والأمل. تجود الله يا أبا محمد تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على وجه من يسأل. هذا وتعالى إلى سيد الشهداء بأبي أنت وأمه يا أبا محمد. وتعالى إلى إمام السعداء رضا بقضائك خاطب الله رضا بقضائك لا معبود سواك. اللهم إن كان هذا يرضيك يرضيك يا رب البيت. إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى يا ربي. هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين مقتول وبين طعين. أنفقت نفسي في رضاك فلا أراني فاعلا شيئا وأنت يقول خذها إليك هدية ترضى بها. قل نفسي يا رب يا ربي أنت لها وليها من دوني إن كان دين محمد لن يستقيم إلا بقتلي يا أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتل حسين. أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتل فصعدي لو يخيول الله فصعدي ودريني هذا وصالية اللغة منه وهذا للرماح وتيري هذه عظامي. وويلنا وويلنا عظامك يا بني هذه عظامي موطنا لخيولهم. ما ذنب به أخذوني هذا. اسمع البيت هذا محزن. هذا الفراق محلل لكلامه. هذا الفراق محلل لكلامه من ورده منعوه
ربي لجثتي تبقى سليمة ولأجلك تظل على الثرى بدمعي الخضيب ولأجلك يا ربي النبي احكم شيء يدبحوني وابقى فوق تربة ولاجلك يرضوني وعلي تجري الخير وحسين ولاجلك يرضوني وعلي تجري ولأجلك يرموها يا ويركبوها مهاني ولأجلك تروح ميسرة ما بين عدوى ولأجلك الحارة يا علي يا علي يا علي ولأجلك الحارة مخدرة حامي الحمية تبقى بالأوالي براضي ولأجلك تروح ميسرة يا فوق البطي وتدخل على الطاغي وتشوف الفرح جذلة لقبت عينه وانجان يا رب الذي يجري علينا يرضيك النبي الذي جاري يرضينا لكن الشيعة بالعزاء تبكي عليه الله بشارة بشارة وإن كان يا رب الذي يجري علينا يرضيك النبي الذي جاري روينا لكن الشيعة بالعزاء تبكي علينا عندك جزاء والجزاء يا فردوس وجنا صح ونادي وإماما حسين بعدك لا نعيش ولا لذة مشاربها نحن بعدك يا غريب الدار أمسينا غرائب يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم لا تخرجنا من هذه الدار حتى ترضى عنا اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك إن كان في مجلسنا صاحب حاجة اللهم اقضي حاجته شافي مريضه ومرضه يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو شهر الذي فرضت صيامه عليه يا ذا المن ولا يمن عليه من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه إلى موتانا وموتى الحاضرين سيما موتى المؤسسين الحاج سعيد عمران اللهم ارحمه برحمتك أسكنه الفسيح من جنتك صب على قبره شآبيب رحمتك ورضوانك إليه وإلى زوجتيه وأسلافهما ووالدي ووالديكم ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات الله عليه وسلم
الله.